اذا غنمشيو للتمرين الثاني المتعلق بالاعداد العقاديه. كما قلت لكم انتم غتاخذوا ورقه ديال الاسئله ديال الامتحان وغتبعوا معايا سؤال بسؤال، وانا غنشرح لكم مزيان باش تفهموا القضيه ان شاء الله. دونك عطاونا نعطي العدد ا، عطاونا في العدد ا كيساوي جوج زائد جذر مربع 2 زائد اي 2. هادشي اللي عطاونا في العدد ا. دونك قال لك بين ان داك العدد راه هو المعيار ديال هذا العدد. اذا غنحسبوا المعيار عادي جدا، غنجي لهنا. شنو هو الرمز ديال المعيار؟ هو القيمه المطلقه ديال ا. فين هو الجزء الحقيقي اللي ما حداش اي اللي كيمثل الدور ديال سميتو؟ الجزء الحقيقي هو 2 زائد جذر 2. فين هو الجزء التخيلي؟ هو العدد اللي حدا اي. يعني كندير جذر مربع كما شرحنا في الدرس، جذر مربع العدد الحقيقي اس 2 زائد العدد التخيلي اس 2 يعني اللي حدا اي بلا اي، اللي حدا اي اس 2 يعني جذر مربع 2. دونك كنقد الحساب، هاد الاجابه هذا كيساوي انت عاوتاني كدير ديك يعني في لدينا فان بنكران الى اخره، يعني هاد الروابط المنطقيه ضروريه. هنا غنشر هاد المتطابقه الهامه جوج اس 2 اللي هي 4 زائد جوج في جوج اللي هي 4 في جذر 2 أ زائد ب الكل أس 2، أ أس 2 زائد 2 أ ب زائد ب أس 2. هادشي اللي درت، زائد جذر مربع 2 اللي هي نيت جوج حيت كيمشي أس 2 مع الجذر، زائد عاد كنجي لهادي جذر مربع 2 أس 2 اللي هي نيت جوج. دونك كنقد الحساب شحال كيساوي هاد الإجابة هادا؟ 4 زائد جوج زائد جوج اللي هي نيت 8، هاهي زائد 4 جذر 2. باش نفهم، ولكن حنا بغينا بداك الشكل اللي عطاونا ياك. اشنو غندير؟ غنعمل الداخل ديال الجذر بربعة، يعني العامل المشترك اللي هو 4 اللي هو جوج زائد جذر 2. دونك دابا غنفرق عليهم الجذر حيت عندي الضرب. مثلا عندك جذر مربع ا في بي الداخل ديال الجذر، كدير جذر مربع ا في جذر مربع بي. دونك جذر مربع 4 شحال كيساوي؟ 2. عاد يبقى لي الجذر ديال جوج زائد جذر 2. دونك هذا هو المطلوب فعلا، هذا هو المطلوب. اذا غنمسح السبوره باش نمشيو للسؤال الموالي. السؤال الثاني عطاك تحقق ان ا يساوي داك التعبير اللي فيه الكوس ديال بي على 4 والسينوس بي على 4. ملي قال لك تحقق سمعني مزيان، ملي كيقول لك تحقق يقدر تبدا من اليمين باش تلقى اليسار، اولا تبدا من اليسار تلقى اليمين اللي عجبك. دونك غنديرها بجوج طرق. يلا غنبداو اسيدي بالاولى، يعني غنبداو من هذا العدد باش نجبدوا داك الاخر. دونك ا تساوي 2 زائد جذر مربع 2 زائد اي جذر 2. مزيان، شوف هنا شنو غندير بالنسبه لهادي. هادي غنعمل ب 2 ياك، غنعمل ب 2 غتعطيني 1 زائد جذر 2 على 2. غير هاد الجوج هادو عملت ب 2، ها هي هاد الجوج هادو راه عملت ب 2. هادي عاوتاني غندير زائد 2 في اي جذر مربع 2 على 2. علاش درت 2 2 هنا؟ حيت كتختزل وكتعطيني نيت جذر 2 بحال الا ما زدت والو. دابا شنو كندير؟ كندير 2 1 زائد القص ديال اش من زاويه اللي كيعطيني جذر 2 على 2 الا مشيتو لذاك الجدول، هو نيت كوس بي على 4. واش مفهوم؟ كوس بي على 4 راه كتساوي هادي، غير حطيت بلاصتها هادي، زائد 2 اي سينوس بي على 4 راه حتى هي كتساوي جذر 2 على 2، يعني كنعوض بلاصه جذر 2 على 2 سينوس بي على 4. هادي اللي مطلوبه فعلا، هادي اللي مطلوبه. هادي الطريقه الاولى حيت قالوا لي نتحقق، يعني بدينا من هادي باش نلقاو هادي. دابا غنديرها بالعكس باش نستافدو مزيان من هاد الإجابة هادا. دابا نبداو من الأخرى باش نلقاو الأخرى. لدينا عطاونا جوج واحد زائد كوس بي على 4 زائد جوج إي سينوس بي على 4. دونك غندير تساوي هانيت. دابا غتبدا من هادي باش تلقاها، غنعوض كوس بي على 4 شحال كتساوي؟ غنعوضها بالقيمة ديالها اللي هي نيت جذر 2 على 2 زائد غنعوض عاوتاني السينوس بالقيمة ديالها اللي هي نيت
جهضر جوج على جوج وكنقاد الحسابات. هنا كنشرب هاد جوج هادي غتعطيني جوج في واحد لي جوج، جوج في هادي كتختاج الجوج غتبقى لي جذر اثنان. هادي راه الا اختزلت هاد جوج مع هاد جوج كتعطيني اي جذر جوج، وهاد القضية هادي هي نيت ا، هو نيت هاد العدد. دونك هادي راه كتساوي هادي. صافي هادشي اللي كان بالنسبة لهاد السؤال. خمسة صبر باش نمشيو للسؤال الموالي. دابا السؤال الثالث الف، عطاوكم تشوفوا في الورقة باخطاط قوس اثنان حيث تيطا عدد حقيقي بين ان ديك القضية. دونك غنبداو بالاخطاط، الاخطاط عندكم في الدرس، ولكن اول حاجه خصني نعرف شحال كيساوي كوس تيتا. ياك غنجي لهنا وندير كوس تيتا تساوي هاد الصيغه هادي راه كاينه كتعطيني اكسبونونسيال اوس اي تيتا زائد اكسبونونسيال اوس ناقص اي تيتا. هادي خاص الصيغه قريتوها في الدرس، هادي كتساوي هادي. وشوفوا حنا بغينا الاخطاط ديال كوس اوس اثنان، يعني كنلبس لهنا اوس اثنان وكندير لهاد الطرف حتى هو اوس اثنان تساوي، يعني غنحسب هادي. هنا غنفرق عليهم الاوس اثنان، الفوق اوس اثنان وهنا اوس اثنان، هايا يعني هادي اللي الفوق اوس اثنان على جوج اوس اثنان اللي هي اربعة. بالنسبة لهادي راه اللي الفوق متطابقة هامة، بحال الا قلت ا زائد بي اوس اثنان غتعطيني اكسبونونسيال اي تيتا اوس اثنان زائد اثنان في ا، بحال الا قلت في ا في بي زائد بي اوس اثنان، يعني هادي اوس اثنان على اربعة. غير نشرت هادي فقط تساوي. نتابعو معايا مزيان باش تفهمو هاد القضية هادي. هاد اوس اثنان راه يمكن لي ندخلو الاس، ديك القاعدة ديال ضرب الاسات الاسين. دونك كتعطيني جوج تيتا، اي جوج تيتا دخلت ديك جوج. بالنسبة لهادي الى عندك مثلا او اس ا في او اس بي راه كتساوي او اس ا زائد بي، يعني عندي او اس اي تيتا في او اس ناقص اي تيتا راه كتساوي او اس الجمع ديال الاس ديال الاس ناقص اي تيتا. وبالنسبة لهادي راه منعدمة، هادي فيها زائد وهادي ناقص كتعطيني صفر. بحال الا قلت او اس صفر اللي هي نيت واحد، او اس صفر اللي هي واحد، دونك هادي راه كتعطيني واحد. صافي واحد في جوج اللي هي جوج، هاهي صافي. دونك جمعت الاسات هي الطريقة وعطاتني واحد. بالنسبة لديك الاخرى راه كندخل ديك اثنان، يعني او اس ناقص اثنان تيتا على اربعة. انا نمسح هنا باش تكون عندي البلاصة. دابا دائما هادي كتساوي هادي تساوي، غنديرها هنا نيت، غنعزل هادو، يعني غنجيب هنا اثنان على اولا غنفرق عليهم المقام، مثلا غنفرق عليهم المقام، يعني جوج على اربعة زائد هادو اللي فيهم الاكسبونونسيال على اربعة. تيتا ناقص اي اثنان تيتا. دابا غنقد الحساب، جوج على اربعة اللي هي واحد على جوج زائد. دابا غتنتبهو معايا لهادي ياك، اشنو قلنا؟ قلنا في الاول، في الاول قلنا القوس ديال تيتا راه كتساوي او اس اي تيتا زائد او اس ناقص اي تيتا على اثنان. هادي خاصية، بمعنى اي حاجة كاينة في الاس حدا اي راه كنديرها هنا. مثلا عندي هنا اي 3 راه كندير كوس 3، عندك اي 4 كدير كوس 4. دابا عندي بلاصه حدا اي شنو عندي؟ عندي اي 2 تيتا، يعني غادي تساوي كوس 2 تيتا. واش مفهوم؟ اي حاجه حطيتها بلاصه التيتا راه كنحطها بلاصه الاس. دونك اشنو هو العدد اللي حدا اي؟ هو 2 تيتا، هو 2 تيتا. دونك غتساوي كوس، نكتب النت بالابيض، كوس 2 تيتا. علاش؟ حيت داك التعبير اللي حدا اي هو اللي كناخذه حسب الخاصيه. اي حاجه كاينه هنا كنديرها في الاس، اولا اي حاجه كاينه في الاس كنديرها هنا حدا اي. اذا هذه هي اولا هذا هو المطلوب. دونك على هاد الاربعه هادي اولا هاد على اثنان. علاش قلت سميتو على اثنان؟ علاش قلت على اثنان؟ حيت اصلا الا خرجت واحد اثنان غندير هنا اثنان زائد
وحده لا اثنان، وحده لا اثنان في هذه القضيه هذه. غنعاود هنا اثنان الثيتا تساوي او اثنان الثيتا زائد او اس ناقص اي اثنان الثيتا على اثنان. هذه خاصيه، مثلا درت ثلاثه الثيتا راه غتعطيني او اس اس ثلاثه الثيتا في زائد او اس ناقص اي ثلاثه الثيتا. هاد جوج اللي في المقام راه ثابته، هادو اللي كيتبدلوا، هادو هاد الاعداد الاحدائي. دونك انا تبدل داك التعبير الاحدائي فيه جوج طيطا، داكشي علاش درت كوس اثنان طيطا. هادي خاصيه خاصيه، ولكن عندي واحد اثنان هنا، واحد على اثنان، داكشي علاش درت اثنان هنا في المقام. اذا لدينا دونك هاد الجبهة هذا كوس كوس اثنان طيطا راه كيساوي واحد على جوج زائد واحد على جوج في كوس اثنان تيتا. الى عملت باثنان تما راه غتعطيني اثنان عامل لواحد، حيت هنا غيبقى لي واحد زائد كوس اثنان تيتا. دونك انا كوس اوس اثنان تيتا. و الى جبت هاد اثنان لهاد الطرف راه غتكون على اثنان ياك، ولا غتكون عفوا انا الى عملت بواحد على جوج اللي خاصني نعمل به واحد على جوج، حيت العامل المشترك هو واحد على جوج. دونك الا خديت داك اثنان لهاد الطرف راه غتولي جوج، يعني غتجي هنا غتولي جوج. باش باينه شنو درت ياك، يعني العامل المشترك واحد على جوج واحد على جوج، وعملت بواحد على جوج. دونك نمسح هنا باش نكمل هنا. اذا المطلوب هاد جوج هادي غنجيبها لهاد الطرف غتولي اثنان في كوس كوس اثنان تيتا اللي كتساوي واحد زائد كوس اثنان تيتا. اذا هذه هي الخاصيه اولا هذا هو المطلوب. اذا غنصبر باش نمشيو للسؤال الموالي. غنمشيو للسؤال ثالثا ب، هنا غتنتبهوا معايا مزيان باش تفهموا هذه القضيه هذه ثالثا ب، حيت لقاو فيها بزاف ديال التلاميذ المشكل. دونك عطاونا بين ان ا يساوي ذاك التعبير. باش غنبدا بالسؤال تحقق ليه عطاونا ياك. دونك غندير ا تساوي، يعني عندي ا تساوي واحد. هذا السؤال الثاني ياك، هذه بينا يعني تحققنا منها بي هنا 4 زائد 2 اي سينوس بي على 4. دونك ا تساوي خصنا نبينو كتساوي داك التعبير اللي عطاونا. هنا غتنتبهوا معايا مزيان الله يرضي عليكم باش نفهموا هذه الاجابه. هذا في السؤال جيم الثالث جيم قال لك، اولا في باء جيم قال لك بين ان ا تساوي 4 كوس سوس 2 بي على 8. بنت لي 8 تما بي على 8. هنا عندي بي على 4، يعني خصني نحاول نخرج بي على 8 هنا. شوف شنو غندير، جوج واحد زائد كوس، غنضرب المقام في جوج وغنضرب الفوق في جوج بحال الا ما زدت والو باش تعطيني 8. دونك غندير جوج في بي على 8. واش مفهوم الاخوان؟ راه ضربت هنا قسمت وضربت في جوج، داكشي علاش عطاتني بي على 8. دونك هنا ضربت في جوج 4 في جوج ودرت الفوق في جوج بحال الا ما زدنا والو. هاي مزيان. نفس الشيء بالنسبه للزاويه الاخرى، حتى هاد السينيس هادي غنضرب في جوج ونقسم على جوج، و الى قسمت على جوج راه ديك جوج غتضرب في 4 اللي في المقام غتولي 8 صافي. وشوفوا داك التذكير اللي عطاوكم بين قوسين، نذكر ان سينوس 2 تيتا تساوي جوج الى اخره. دابا شنو غندير؟ هذه راه بحال هذه اللي بين قوسين راه بحال الا عندك واحد زائد كوس 2 تيتا. شنو هو اشنا هي الزاويه اللي كتلعب ليها الدور ديال التيتا؟ عندك اثنان هي هادي، عندك الطيطة بلاص الطيطة كاينة بي على 8. دونك هادي راه بينا في السؤال اللي قبل، بينا أن واحد زائد كوس اثنان الطيطة راه كتساوي جوج كوس سوس اثنان الطيطة. بالنسبة للطيطة في هاد الجبهة هادا راه هي ميت 8 بي على 8، يعني الدور ديال الطيطة كتلعبو ليها بي على 8. إذا غنديرو هاد الجبهة هادا مزيان، غنكتب هاد جوج هادي بين قوسين شحال غيساوي. بحال إلا قلت واحد زائد كوس اثنان الطيطة اللي غتعطيني جوج، راه هادي بينا في السؤال اللي قبل، جوج كوس اوس 2. شنو هو اللي كيلعب ليا الدور ديال الطيطا؟ هو بي على 8.
بي على 8 صافي مفهوم. بي على 8 هي اللي كتلعب لي الدور ديال الطيطه. زائد دابا غنمشيو لذاك التذكير. قال لك اسيدي راه سينوس اثنان الطيطه هنا عاوتاني سينوس اثنان الطيطه ها اثنان الطيطه شحال كتساوي بي على 8 سينوس اثنان الطيطه اثنان بعد اي راه غنكتبوها سينوس اثنان الطيطه راه كتساوي جوج كوس الطيطه في سينوس الطيطه. سينوس اثنان الطيطه راه كتساوي جوج كوس الطيطه اللي هي بي على 8 في سينوس الطيطة اللي هي نيت بي على 8. هادشي اللي عطاونا في داك التذكير راه عندكم تما. دابا غنقاد الحساب ونشوف شحال كيساوي هاد العجل. جوج في جوج اللي هي 4 يعني كوس أوس 2 بي على 4. هنا عاوتاني جوج في جوج حيت عندي الضرب جوج في إي في جوج في هاد التذكير غتعطيني زائد 4 إي كوس بي على 8 في سينوس بي على 8. نشوف واش هادشي اللي مطلوب. صافي هو داك هادشي اللي مطلوب. اذا ا راه كتساوي التعبير. دونك نتمنى تفهموا هاد القضيه مزيان وغنمشيو للسؤال الموالي.